هجوم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون على نواب المعارضة كان متوقعا بعد عدم مرور مشروع الكهرباء في جلسة اللجان المشتركة، فأكد عون أن المشروع سيخضع لمراقبة وزارة المال والحكومة ومجلس النواب. هالمرة كل شيء تخطوه بمجلس النواب مستفيدين من حصاني، يعني ما في أرزل من الولد السيء إذا تبين على أنه عنده حصانة، يعني ما بيخلي حدا من شره. كلهم جميلتهم على البحر، ونعيب عليهم كلهم على أنه عايمون هذلوا مال الدولة وانسرق مال الدولة. كذابين، منافقين، كيديين. في المسارات التخريبية بالدولة، وهذا المسار التخريبي يلي أمين فيه اليوم كتلة المستقبل. ما بنقبل تنمس صلاحيات الوزير بشعره، لا ما راح يعرق له حرفين. اذا ماشي، نحن عملنا الاتفاق بالحكومه وعلى الحكومه ان تكون متضامنه. مستعينا بسخريه بعباره يرددها البطريرك صفير، جدد عون الدفاع عن الرئيس السوري بشار الاسد الذي يقوم بالاصلاحات على حد قوله. من شايف في حدا بده يغيره، واخشى ما اخشى كان يقول احدهم، اخشى ما اخشى انه يفلوا هن اللي بده يشيلوه يكون هو يبقى بعد ما يفلوا. عون استخف بحادث التعرض فريق من التيار الوطني الحر للنائب سامر سعادي، مؤكدا ان الاهالي طلبوا من الوزير باسيل مساعدتهم على اناره الصليب في فريا ففعل. عامل لك ولد وعم يتطاول مثله مثل البقيه، يعني تصور انه انا قاعد هم معي خبر شيء، واحد عم يتشكى عليك انت عم تحرض على قتله. بالزمان المسيح وقت كانوا عم يحكموه ما كان يرجع حدا، لا، لانه القيمه الكبيره صارت بقفص الاتهام والقيمه الصغيره عم تحاكم. عون وعندما سئل عن موقف رئيس الجمهوريه الداعم للبطريرك الراعي والذي من المفترض ان يكون حياديا اجاب، وهل موقف البطريرك متطرف وهو يعبر عن هواجس الاقليات، وتعليقا على عمليه فرع المعلومات التي ادت الى قتل شخصين من خاطفي الاستونيين، قال كان يجب توقيفهما لا قتلهما ليقولا لنا اين الشبكه لا ان تخفى اثار الجريمه.